أخيراً النادي الأهلي بيعلن رسمياً عن مدربه السويسري مارسيال كولر، وبيعلن عن أول صفقة محترفة كده، صفقة أجنبية. أخيراً خرجنا برا قارة أفريقيا كده وبدأنا نبص ناحية أمريكا الجنوبية وناحية البرازيل واللعيبة الحريفة، وجبنا برونو سافيو كده. هنتكلم في حلقة النهاردة عن كولر وعن سافيو وكل تفاصيلهم وكل أرقامهم ورأيي فيهم كده، رأيي في المدرب اللي عندي فيه شكوك كتيرة جداً، لكن طبعا كل الدعم ليهم هما الاثنين. وهتكلم كمان عن سافيو وعن ارقامه اللي قبل كده، وكل التفاصيل اللي عايز تعرفها عن الاثنين موجوده في الحلقه دي. نكمل معايا الحلقه للاخر، وقول لي رايك في الكومنتات وتوقعاتك، هل كولر هينجح مع النادي الاهلي وهيكون مدرب قوي كده وهيحقق معانا انجازات، وسافيو هيكون صفقه ناجحه ولا لا؟ مستني كومنتاتكم نتناقش فيها مع بعض. وما تنساش تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هعملها بعد كده. ولو عندك اي سؤال قولهولي في الكومنتات هجاوبك عليه على طول. ويلا بينا. كور العالية روكسون القاضي موكون شاط الجول القاضي موكون القاضي. البداية الاول مع مارسيال كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي السويسري كده. واضح ان المدرسة السويسرية خلاص بدأنا ناخد عليها، بعد ما كان عندنا ريني فايلر السويسري برضو بدأنا ندور في سويسرا وبنجيب كولر كده. هنتكلم طبعا عن كل ارقامه، لكن خليني اقولك شوية حاجات الاول. كولر 61 سنة، يعني مدرب مش كبير قوي في السن ولا حاجة، مدرب سنه كويس جدا كده. شفنا روحه الخفيفة وهزاره كده وهو داخل التتش مع الكاميرا ومع الناس اللي موجودة كلهم، واضح انه مدرب مرح شوية كده لكن شخصيته قوية جدا. شفناه كمان في المؤتمرات الصحفية وهو ماسك الاكل وبياكل كده وبيهزر، واضح انه راجل دمه خفيف كده وراجل هيكمل باذن الله وهيعمر معانا، لانه شبه شعبنا كده وبيحب الهزار والضحك، لكن معروف عنه صرامته وجديته في وقت التمرينات، وده اللي احنا عايزينه. طيب هل هو مدرب سي في تقيل جدا كده وكان بيدرب فرق كتير جدا قوية وتقيلة قبل كده؟ من وجهة نظري هكلمك بكل صراحة لأ. درب بازل، درب منتخب النمسا، لكن برضو مش دي اقوى الاسامي اللي احنا عايزين نجيب مدرب. لا، انا عايز اجيب مدرب تقيل قوي، مدرب معروف كده اول ما اسمع اسمه ما اخشش ادور عليه، زي ما قلت لكم مدرب مدرب فرق كبيرة قبل كده، لكن هو مش سي في قوي جدا ولا حاجة. لا، وبرضو في نفس الوقت هو مش سي في ضعيف، هو سي في متوسط كده، والراجل محقق ارقام ومحقق القاب قبل كده، واخد 4 ألقاب في تاريخه، 2 الدوري السويسري وواحد كاس سويسرا، وواحد كان متصدر الدرجة التانية في الدوري السويسري كده وصعد للدرجة الأولى. دي البطولات اللي حققها قبل كده. بإذن الله أنت داخل على قلعة البطولات بقى النادي الأهلي، أرقامك هتتحول خالص كده وبطولاتك هتزيد جدا، وبتصنع تاريخ لنفسك قبل ما تصنع تاريخ للنادي، لأن إحنا كده كده التاريخ موجود عندنا. كولر لعب في مسيرته كلها 529 مباراة، قدر يفوز فيهم 240 مباراة كده، يعني اقل من نص الماتشات، اتعادل 127 مباراة وخسر 162 مباراة، ارقام متوسطة كده بتاعت فرق وسط الجدول كده. لكن انت دلوقتي النادي الاهلي مختلف تماما، احنا بنعوز نكسب كل الماتشات حتى الودية كده، التعادل بالنسبة لنا زي الهزيمة. الراجل كمان سجل 921 جول واستقبل 713، برضو ارقام متوسطة كده، لكن بيحب اللعب الهجومي جدا وفكره هجومي مش دفاعي، ودي حاجة كويسة جدا مع النادي الاهلي، لان احنا بنحب الكره الحلوه وبنحب الكره الهجوميه. كولر كمان جاي معاه 3 مساعدين، مدرب ومدرب احمال ومحلل اداء كده، ومفيش مدرب حراس مرمى، وده معناه ان ميشيل ياناكون خلاص رسميا هو مدرب حراس المرمى مع النادي الاهلي، بنحبه جدا طبعا، هو بيعشق الاهلاويه والاهلاويه بيعشقوه، هيكمل باذن الله مع الجهاز ده، ودي حاجه كويسه جدا بصراحه من وجهه نظري. طور كتير جدا من محمد الشناوي، وانا حابب انه يكون مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي، فده كده الجهاز بتاعه. كولر كمان لما كان لاعب كان لاعب نص ملعب كده في فريق جراس هوبر السويسري، وخد معاهم 7 بطولات، يعني متعود على البطولات وهو لاعب، ولاعيب خط نص كده مش حارس مرمى بقى ولا دفاع، عشان كده بيحب الفكر واللعب الهجومي. وبعد ما خلص كرة قدم كده درب جراس هوبر اللي كان بيلعب فيه، ودرب كمان منتخب النمسا، ودرب بازل السويسري واف سي ويل واف سي سانت جالن كده، وخد 4 بطولات، 2 دوري سويسري كده، واحدة مع
جراس هوبر، واحده مع اف سي سانتو، قدر كمان ياخد كاس سويسرا مع بازل السويسري. دي البطولات اللي قدر انه يحصل عليها، وطبعا تألقه كان مع منتخب النمسا اللي قدر يعمل معاه نجاحات وارقام قويه جدا. قدر في 6 سنين تدريب مع منتخب النمسا اولا انه يحسن التقييم بتاعهم في الفيفا كده، بعد ما كانوا رقم 70 في الترتيب خلاهم رقم 10 على العالم. تخيلوا يا جماعه عيلي بيهم قد ايه، وخلى مستواهم قوي لدرجه ايه. وصل بيهم كمان ليورو 2016 لاول مره في تاريخهم كده، انجاز بالنسبه لهم كان كبير جدا. فالراجل قدر يحقق نجاحات قويه جدا معاهم، مع انه مش منتخب قوي قوي ولا حاجه، فالراجل ليه ارقام كويسه جدا، لكن برضه مش اتقل سي في. هرجع واقول لكم كده، انت ما جبتش مدرب سي في قوي جدا، بس ان شاء الله انا متفائل بيه خير جدا. رقم سلبي واحد بس، ولازم برضه ان احنا نقوله، زي ما بنذكر الايجابيات لازم نذكر السلبيات. الراجل بقاله سنتين كاملين بعيد جدا عن التدريب كده، كان عنده اصابه في رجليه وما كانش بيدرب بقاله سنتين من 2020 كده، وراجع كده مع النادي الاهلي، وباذن الله تكون خير عوده ليه وللاهلي ان شاء الله. احنا كمان بقالنا موسم كده متخبطين جدا، فهو عايز يرجع واحنا عايزين نرجع. ده كده كل الكلام اللي على كولر. قول لي رايك فيه في الكومنتات، هل هينجح مع النادي الاهلي وهيكون مدرب قوي، ولا هيفشل معانا كده وهنغيره بسرعه؟ مستني توقعاتكم في الكومنتات ورايكم في المدرب. وخلونا ندخل بقى على صفقه النادي الاهلي، الوينج البرازيلي برونو سافيو. برونو سافيو اللاعب صاحب ال 28 سنه، لاعب برازيلي كده بيحترف في النادي الاهلي، والنادي الاهلي لسه ما اعلنش رسمي، لكن النادي بتاعه السابق بوليفار البوليفي اعلن رسميا ان اللاعب انتقل للنادي الاهلي كده. وشفنا اصحابه وهم بيودعوه، واضح انه محبوب جدا كده في النادي، كل زمايله كانوا بيودعوه والجماهير وكل الجهاز الاداري كده. فباذن الله لاعب يكون كويس جدا معانا. اتفرجت له على فيديوهات، لعيب مهاري برازيلي يا جماعه، برازيلي يعني مهاري على طول. كان لنا تجربه واحده بس قبل كده، محترف من البرازيل جونيور، لكن ما نفعش معانا وما كانش كويس. اعتقد باذن الله ان سافيو هيغير الفكره دي كده. لاعب عنده 28 سنه، بيلعب وينج يمين، ده مركزه الاساسي، لكن بيلعب كمان وينج شمال وتحت المهاجم، وراس حربة صريح كمان، بيلعب في كل المراكز دي. ارقامه التهديفية هنتكلم عليها مع بعض، ومسيرته كده مع الاندية اللي لعب فيها. لعب مع 5 اندية قبل كده، ناديين كده عدى عليهم بسرعة، واحد لعب معاه 5 ماتشات، واحد لعب معاه 9 ماتشات وما سجلش فيهم اهداف، دي كانت في بدايته، و3 اندية بقى طول معاهم. فهنتكلم عن كل الارقام بالتفاصيل. اول فريق كان فوتبول البرازيلي، لعب معاه 5 ماتشات وما سجلش اهداف. تاني فريق كان نيك استر الكرواتي، وبرده لعب معاهم 9 ماتشات وبرده ما سجلش اهداف في بدايه مسيرته كده، 5 ماتشات و9 ماتشات ما يتحكمش عليهم طبعا. بعد كده بقى لعب في 3 اندية، هم دول اللي هنركز عليهم كويس جدا. اول فريق فيهم امريكا فوتبول البرازيلي، لعب معاهم 26 مباراه، جزء في دوري الدرجه الاولى وجزء في الدرجه الثانيه كده، قدر يسجل معاهم 2 بس وعمل 3 اسيستات، ارقام ضعيفه جدا بصراحه بالنسبه لي طبعا. بعد كده راح فريق جوارني البرازيلي، لعب معاهم 70 مباراة، شارك معاهم كتير جدا، قدر يسجل 15 جول ويعمل اسيستات 11، ارقام متوسطة ولا هي احسن حاجة ولا اسوأ حاجة. بعد كده فريق بوليفار البوليفي، وده الفريق اللي انفجر فيه كده، لعب معاهم 31 مباراة، سجل 16 جول وعمل 4 اسيستات، ارقام كويسة وسجل كتير، لاعب وينج كمان مش راس حربة صريح. لكن باذن الله انت جاي على النادي الاهلي، النادي الاكبر في افريقيا، الارقام دي ما تنفعناش، احنا عايزين ارقام اكتر من دي بكتير، عايزين هداف الدوري الموسم الجاي كده، وافضل لاعب في الدوري هو ده اللي منتظرينه من اللعيبه المحترفه اللي احنا بنجيبها. انا بجيب لاعب محترف يبقى افضل من كل السكواد اللي موجود عندي ومن كل اللعيبه المصريه، ده الطبيعي. مستنيين لسه النادي الاهلي يعلن عن المحترف التاني كده، لان احنا حاليا عندنا مكانين فاضيين، هل بيرسي تاو هيكمل ولا لا؟ الاقرب انه هيكمل مع النادي الاهلي الموسم الجاي، لكن المحترف التاني لازم يكون راس حربة صريح ويكون لاعب قوي جدا بارقام قويه. انا شايف ان سافيو باذن الله هيكون صفقه كويسه ومميزه مع النادي الاهلي، وكولر هيقدر يطلع افضل ما عنده ان شاء الله ويظهره بصوره جيده جدا. قول لي رايك فيه في الكومنتات، هل هيكون لاعب ناجح وهيتالق مع الاهلي، ولا هيكون صفقه فاشله كده وعلى طول هيتقلب ونشوف له اي نادي ونغير كده زي ما بيحصل مع صفقات كتير في النادي الاهلي؟ مستني توقعاتكم وارائكم عن المدرب وعن سافيو اللاعب البرازيلي، قولوا لي في الكومنتات نتناقش مع بعض. واخبط بقى لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في القناة وفعل الجرس، واي سؤال عندك اسألهولي في الكومنتات هجاوبك عليه على طول. سلام.